تمكنت فرقة البحث والتدخل تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، وبناء على معلومات واردة إلى المصلحة وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومة وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، تم حجز أكثر من 17,000 علبة سجائر أجنبية المنشأ من مختلف الأنواع بالإضافة إلى قطعة مخدرات وكبسولات من المؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين، حيث تم إنجاز ملف جزائي بخصوص القضية، وسيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية.